وانطلاق موفق أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 14 من الجياد المهجن الأصيلة والصدر لفيرنغهام، جاسم بن علي العطية والمعتصم لبلوشي وعماد من الجهة الخارجية، محاولة لخطف الصدر حسين علي بوكنان. في الترتيب الثالث هناك الشعار الأصفر والجواد كرافت ملك السيد إبراهيم سعيد المالكي، وتخطف الصدارة وتصبح مع الجواد عماد حسين علي بوكنان والفارس مارفن سولن. من الجهة الداخلية هناك كلوكيد السيد حسن علي عبد الملك وبيير كونفرتينو. في الترتيب الثالث ثنائية جاسم بن علي، هناك الجواد تيجان، وصدارة جميلة وقوية، وبعض الجهات في وضع الانتظار والترقب ونقطة الألف متر، ولا تزال الصدارة مع الجواد عماد حسين علي بوكنان ومارفن سولن. محاولة للحاق من قبل بعض الجهات، هناك في رينغهام يحاول للحاق ملك السيد جاسم بن علي العطية، ومن الجهة الخارجية برزان مربط الزعيم وجي بي جمبر، وتقدم قوي للجواد جان. إذا الترتيب الخامس ودخول قوي سانلي برايد في الترتيب الخامس والمنعطف ما قبل الأخير، ولا تزال الصدارة جميلة وقوية مع الجواد عماد، ويعطى الإعاز لمعظم الجياد. 400 متر وإلى خط النهاية، عماد في الصدارة، حسين علي بوكنان محاولة للحاق من فيرنغهام والجواد سان ليبرايد. فيرنغهام عماد سان ليبرايد محاولة للأدعم ستيدمن شيب من الجهة الخلفية، ولكن عماد لا يزال يصر على الصدارة. محاولة للحاق من الجواد فيرنغهام، واير تو واير يا زهير، فيرنغهام وعماد حسين علي بوكنان. نعم يا زهير، حسين علي بوكنان. أعزائي الجمهور والحضور الكريم، شاهدنا سباق جميل وممتع، ونتائج الشوط السادس من هذا الحفل أعزائي الجمهور والحضور الكريم. جاء في المركز الأول الجواد رقم 9 عماد ملك سيد حسين علي بوكنان والمدرب زهير محسن الخيال مارفن سولند مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 8 سان ليبرايد ملك السيد محمد حسن علي عبد الملك العبد الملك الخيال سليم غلام. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 7 فيرنغهام ملك السيد جاسم بن علي بن محمد العطية والخيال معتصم البلوشي. في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 1 جالاكسي ملك السيد مبارك سعيد جفال النعيمي والخيال ويليام لي. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 3 زاكوم ملك السيد حسن حمد حسن الجهني والخيال سيدريك سيجون. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة ما تبقى من السباق.